وهم. الذكاء العاطفي مستمعينا بيلعب دور مهم ببعض القيادات المؤسسية والتعليمية وتطوير بيئة العمل وجعلها بيئة جذابة وبيئة مميزة. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع. خلوني رحب بضيفتنا الدكتورة أسماء القادر رئيس التنفيذي لمدارس التربية الإسلامية وأيضا دكتورة من جامعة بنسلفانيا في القيادة التربوية والمؤسسية. أهلا وسهلا فيك دكتورة أسماء. أهلين حياك الله. يسعد نهارك. يمكن حكينا نحن أكثر مرة عن الذكاء العاطفي للمستمعين، ولكن اليوم بدنا نحكي عن الذكاء العاطفي وكيف نقدر نوظفه في القيادة التعليمية. خليني ابتدي من حضرتك هيك تذكير وتعريف سريع، شو هو الذكاء العاطفي وفعليا كيف بنقدر نوظفه في القيادة التعليمية؟ تمام. طبعا الذكاء العاطفي كمصطلح نشأ في عام 1990 من قبل العلماء ساليفوي ومير، لكن انتشر بشكل كبير بعد ما نشر دانيال جولمان كتابه عن الذكاء العاطفي في عام 1995. الذكاء العاطفي تعريفه هو قدرة الشخص على معرفة وفهم وإدارة مشاعره وقدرته على معرفة وفهم مشاعر الآخرين والتأثير عليها. هذا بناء على دانيال جولمان عام 1996. نعم. وهو مهم جدا توظيفه في حياة الإنسان سواء حياته الشخصية والمهنية، لكن خلونا نذكر توظيفها من ناحية التعليم. نعم. فهو مهم جدا لكل من يعمل في قطاع التعليم، خاصة القطاع بطبيعته يعتمد على التواصل مع عدة جهات، طلاب، أولياء أمور، زملاء عمل، إدارة. بحكم الوقت سأتطرق لأهمية الذكاء العاطفي في هذا السؤال لمدير المدرسة. نعم. فاللي يشغل منصب قيادي في المدارس يمكن أن يساعد امتلاك الذكاء العاطفي في قيادة فرق مختلفة بشخصيات مختلفة. وبحكم طبيعة العمل القيادي مهم لمدير المدرسة أن يكون عنده القدرة على كسب ثقة أصحاب المدرسة وتطوير العلاقات معهم، وهذا اللي يساعد فيه الذكاء العاطفي. نعم. القادة الفعالين يمكنهم تحديد مشاعرهم، التعبير عنها بشكل سليم، معرفة نقاط ضعفهم، نقاط قوتهم، فهم حتى المشاعر الآخرين، وهذه الطريقة يمكنهم تعديل أسلوب قيادتهم وفقاً لاحتياجات فرق العمل المختلفة، وبالتالي التأثير على أدائهم. نعم. فوجود معدل ذكاء عاطفي عالي يساعد في حل المشكلات، في فض النزاعات، في إدارة نعم. الأزمات، وإدارة التغيير، وظهرت نعم. أهمية هذه المهارة خلال جائحة الكورونا. نعم. طيب دكتورة أسماء، في أساسيات أو عناصر معينة للذكاء العاطفي وقديه بتلعب دور في التعليم؟ تمام. عندنا أربع، بناء على نظرية جولمان، لأنه في نظريات مختلفة أنا راح أركز على نظرية جولمان، في أربع عناصر رئيسية للذكاء العاطفي. نعم. العنصر الأول هو الوعي الذاتي، يعني قدرة الشخص على الفهم العميق لمشاعره، نقاط قوته، نقاط ضعفه، احتياجاته ورغباته. نعم. وهذه مهمة في التعليم لأن من خلالها الشخص لما يعرف نفسه يقدر يطور نفسه ويتطور في التعليم، سواء نعم. كطالب، سواء كمعلم، سواء كقائد. العنصر الثاني التحكم الذاتي، وهو قدرة الشخص على التحكم بمشاعره، انفعالاته، وتوجيهها بطريقة صحيحة ليتمكن من الاستفادة منها. طبعا هذه جدا مهمة لأن احنا في الأخير قدوة، خاصة في قطاع التعليم. نعم. للطلاب والطالبات، فالتحكم بالمشاعر والانفعالات جدا مهم، وهذا يساعد على التأثير على الآخرين. نعم. حتى يساعد على اتخاذ قرارات سليمة. العنصر الثالث الوعي الاجتماعي، وهي قدرة الشخص على قراءة وفهم مشاعر الآخرين من نبرة صوتهم، من حركات جسدهم، وليس بالضرورة مما يقولون. فأنا ممكن أقول لك نعم نعم وأنت تحسبيني أنا راضية، لكن واضح أني معصبة. فمهم أنه الشخص في هذه يكون عنده القدرة على فهم حتى من نبرة الصوت. فمحاولة تعلم لغة الجسد، تنميتها، الاستماع جيد للآخرين والتعاطف معهم، هذه كلها من عناصر الوعي الاجتماعي. نعم. وهي مهمة في التعليم لأنه المعلم لازم يفهم الطلاب، يفهم وش محتاجين، يفهم لما هم مضايقين ويقدر يتعامل معهم. ومهمة للقائد لأنه يقدر يصير يتعامل مع الموظفين أو أولياء الأمور أو الطلاب حسب احتياجاتهم. نعم. آخر عنصر إدارة العلاقات، وهي قدرة الشخص على التأثير على الآخرين في المواقف الاجتماعية المختلفة. المهم هنا يكون الشخص قدوة في تصرفاته، في تعامله مع الآخرين، ويعاملهم كما يحبه أن يعامل عشان يبني ثقة بينه وبينهم. فهذه المهارة إدارة العلاقات ما راح تجي بدون ما يكون عنده المهارات السابقة أو العناصر السابقة.
عشان يقدر يفهمهم ويعرف كيف يتواصل معهم، وحتى يقدر يجد هوايات مشتركة للفريق عشان يقوي علاقاتهم ويحسن أدائهم. نعم. قدي علاقة أو في علاقة بين الذكاء العاطفي وقدي بتساهم ممكن بتطوير البيئة التعليمية؟ كيف ممكن تساهم بهذا الموضوع؟ تمام. طبعا الذكاء العاطفي من المهارات الرئيسية في تطوير البيئة التعليمية، لأني لما أجي أقول أنا بالنسبة للطالب، الطالب لازم يكون عنده ذكاء عاطفي، لازم، لأنه يساعده على فهم مشاعره، تحكم بذاته، تطوير نفسه، ما يتأثر عند مواجهة التحديات، دخل اختبار ما يتأثر بأنه مثلا حس أنه ما أدى أداء جيد في الاختبار، فهي تساعده أنه يتأقلم مع هذه التحديات، يتأقلم مع الأشياء المختلفة. بالنسبة للمعلم، هي تساعده على فهم نفسه، تطوير أداء بشكل مستمر حتى عند التغيير، لما انتقلنا للتعليم عن بعد. نعم. ما يتأثر، يتعلم، يستمر ويكسب ثقة وحب طلابه. لما يكسب ثقة وحب طلابه راح يتمكن من إلهامهم لتقديم أفضل ما عندهم. نعم. لما نجي نتكلم عن مدير المدرسة، كما ذكرت، هو يحتاج إلى فهم نفسه أولا عشان يقدر يفهم الآخرين ويتمكن من التفاعل معهم بشكل فعال مع جميع أصحاب المصلحة، سواء معلمين أو أمور إداريين وطلاب، وذلك للوصول إلى الهدف المشترك اللي هو المتمثل في توفير أفضل بيئة تعليمية للطلاب. نعم. اليوم دكتورة أسماء، في كتير عم يسمعونا، والحلقة اليوم خصوصا فيما يتعلق بالمعلمين. اليوم لما بيحس معلم أو بيعتقد أنه عنده نقص نوعا ما في الذكاء العاطفي، كيف بيقدر يطوره؟ حضرتك أيضا رئيس تنفيذي لمدارس التربية الإسلامية، اليوم لما بتكوني موجودة بتحسي أنه هيدا منه قوي أو بينقص بعض المعلمين الموجودين ربما عندك، كيف تتصرفي حتى يتم تطويره، يشتغلوا على حالهم ويصير عندهم هذا النوع من الذكاء العاطفي؟ جميل، هذا سؤال جدا مهم، لأنه هذا السؤال اللي دائما يجيني لما نحكي عن الذكاء العاطفي. طبعا كيف أطور الذكاء العاطفي؟ إحنا عندنا عناصر مختلفة، أقرأ عن هذه العناصر، أخذ ورشة عن الذكاء العاطفي وأبدأ أطبق. العنصر الأول الوعي الذاتي، كيف ممكن أطوره؟ أتأمل ذاتي، أجمع التغذية الراجعة من الآخرين، لأن مرات في أشياء أنا ما أشوفها تكون نقطة عمياء عندي. نعم. أستفيد من التغذية الراجعة اللي تجيني من الآخرين، من زملاء عمل، من غير، من باستبانات، بجلسات معهم. نعم. وأصير أفهم ذاتي أكثر. بالنسبة للتحكم الذاتي، هنا في ناس مثلا تعرف أنها لما تضايق أو تعصب أنه في أشياء معينة تساعدهم للهدوء. نعم. في ناس تقول لك أعدل العشرة، في ناس تقول لك أتوضى وأصلي، في ناس تقول لك أمشي، في ناس تقول لك أقرأ. فلازم يعرف إيش الشيء اللي يساعده بالهدوء عشان ما يفقد أعصابه في مواقف معينة، خاصة أنا كما كرئيس تنفيذي وضعي حساس. نعم. فمهم جدا أني أنتبه لهذه الأشياء. بالنسبة للوعي الاجتماعي، لما أتعلم لغة الجسد وأفهمها وأعرف أنه لما الواحد مكتف يدينا قد يكون مضايق، لما الواحد نبرة صوته، هنا أصير أعرف كيف أتعامل معهم وأهديهم. نعم. تجيني ولية أمر معصبة ومضايقة، أقول لها أجلسي بدل ما تكون واقفة عشان تهدى، أعطيها موية عشان. نعم. تهدى. فأساعد هنا، أكون عارفة أقرأ لغة الجسد وأعرف أتعامل معه. بالنسبة لإدارة العلاقات، هنا ممكن الشخص لما يصير قدوة في التعامل، يفكر كيف يكون إيجابي ويتعامل معهم ويسمع لهم، هنا يساعده في فهمه. طبعا النقطة الأولى زي ما قلت هذه استراتيجيات وورشة. النقطة. نعم. الثانية كقائد مدرسة، لازم يكون في عنده جلسات. لما أعرف أنه هذا الشخص يحتاج تطوير في عناصر معينة، يصير عندي جلسات معاه خاصة بهذه العناصر، وخلي. نعم. أساعده في التأمل، أساعده في التطور، أحضر المعلم، أحضر له حصة، أشوف كيف يطبق الذكاء العاطفي في حصة، أعطيه أمثلة من واقع. نعم. عمله عشان. نعم. أقدر أساعده، أعطيه أنا ممكن حتى كنموذج أعطي حصة أمامه وأوريه كيف ممكن يطبق الذكاء العاطفي فيه. نعم. فالذكاء العاطفي تطويره، الحلو في الذكاء العاطفي أنه ما هو شيء يعني غير ما يمكن تطويره، هو. نعم. يمكن تطويره، وأصلا مع الخبرة يتطور الشخص ويتحسن. طبعا. في الذكاء العاطفي. طبعا. شكرا جزيلا لك دكتورة أسماء القادر، رئيس التنفيذي لمدارس التربية الإسلامية، شكرا جزيلا.